وطالب العلم على وجه الخصوص إن أصيب بالعجب جره إلى الكبر والتفاخر والتعالي على الناس فيهلك. أورد الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن، أورد فيه أحاديث منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ سبحان الله، يعني هذه آفة. من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ هذا كله من العجب، من العجب المهلك. عندما يشوف، عندما يرى الإنسان نفسه أنا لا أعلم منه أو لا أفقه منه أو لا أكثر عبادة منه أو نحو ذلك، قال يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به.